فترة الغياب دي حرمتك من أدوار مهمة؟ حرمتني نوعا ما من ادوار كنت حابه اعملها، بس القاهرة انا كنت كابل؟ في تونس، فانا حتى في ما كنتش برد على الاتصالات. انا كنت في حاله نفسيه مش عايزه اسمع ايه اللي هيجي لي كمان كده عشان كده، ما مش عارفه، عشان ما بخاف ازعل، تتضايقيش عشان ما عشان ما تتضايقيش. تتضايقيش. مظبوط. طب القاهرة كابل ما زعلتيش؟ يعني ما حسيتيش ان ده مش وقت وكنت عايزة اعمل المسلسل، ما كنتش عايزة ابقى في التعب ده؟ معلش، لا هو ولا كنت طبعا راضية؟ هي فعلا كانت فرصة كويسة ومسلسل رائع ومجموعة جميلة من نجوم في جدا. العمل ده، بس تتعود يعني، هو نصيب، هو الورق وهو بيتكتب ربنا كاتبه لي ولا لا، انا كل مش سنة وانت بتهيأ كده. طيبة. مفيدة. عيد ميلادها كان اه 11 ثانك يو، ديسمبر. كل سنة وانت انت طيبة. برج القوس اللي هو برج المرح يا والسفر، فعلا مظبوط متقى والله. طب انت المتقى خلينا بقى الجديد. في طب الفرحة والمرح ايه الطقوس اللي عملتيها في عيد ميلادك؟ عملتي ايه في عيد ميلادك؟ ولا اي حاجة يعني يا زي اي يعني. يوم في هقول لك السنة؟ حاجة، صاحباتي احتفلوا بيا، جات لي واحدة صاحبتي على البيت تورته وكل حاجة، وتاني يوم صاحباتي برضو عملوا لي تورته في طب ايه مطعم اكتر وبتاع. هدية حلوة جات لك في عيد ميلادك؟ كل الكلام الحلو اللي انا سمعته. لا انا اديني هدية. ما بقيمش الهدايا بالامور انا بقيم المادية الهدايا بالقيمة. والله. اه والله العظيم طب بحبها، يعني الاحساس ان انت عيد غنية ميلادي. وبتحبي الهدية. ايوه بالظبط، انا بحس ان عيد ميلادي فحلو ان حد يجيب لي هدية. والله بصي، انا يمكن من الناس الحمد لله هديت واتهديت اه بس انت يعني. كنت بتحبي تتهدي بشكل مختلف كده، وبتفاصيل الهدية تبقى ليها شكل وذوق وافكار ومجهود، صح؟ سهير، انا اتدلعت كتير في ايوه، ما حياتي، احنا انا عايزين ست افضلي انت ست متدلعه حلوة. يعني. ف ثانك يو ما سو هو لا الجزء من الدلع ده يعني شكل ام بلاست، الزمان. لا يعني، لا تمام تمام يعني. في كنت حاجات بتدلعي خلي ازاي بالك يعني؟ انا عشتها في حياتي. احكي لنا شوية. احكي لك ايه ايه والله، ولا احكي ايه فاكرة ولا ايه؟ الهدايا اللي كانت برشا بتقول، استني احكي لنا. ايوه بدل ما اللي هي هي ايه. تفتكر. لا انا عشت مواقف حلوه قوي في احكي لنا حياتي ايه؟ ايه الحاجات اللي تخلي الواحد، يعني، ما اقدرش احكي لك تفاصيل لا صراحه مش عايز لانه تفاصيل عن الرجاله شخصيات، دلوقتي متجوزين يعني، ما دول فيش، مش مهم دلوقتي. كانوا لا هما كانوا في يعني مثلا عشان نحترم، احنا انا مش مش هقول بنقول اسامي، مش اسمائهم، هقول احنا اسامي اكيد بنتكلم طبعا، على بس هو المواقف. هيعرف نفسه يمكن مراته دلوقتي لا لا لو مش متجوزها مهم، احنا تعرف انه بنتكلم عمل على معايا انا المواقف كده. اللي انا عارفة فيهم مواقف في شكل الهدية والتقديم ايوه، مثلا. ايه الدلع من وجهة نظر امرأة جميلة؟ انا اقول لما اقول النهارده انا اتدلعت، ده يخلي ستات كتير يهتموا بالكلام. نوعية الدلع اللي انت بتقولي دلعتيه اللي هو كان بصي، عامل مش ازاي، هديكي مش مهم تفاصيل، حاجات سبيسيفيك، ما ما اقدرش اديكي تشرحيش. تفاصيل لانه لازم شرح ايه اللي حصل وبتاع، لكن تقدرت وتحبيت قوي 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 يعني. للاسف الناس برضو دماغي يمكن راكبه شمال، اللي حبوني قوي انا ما اتجوزتهمش. ما هو ده سؤال ما برضو غريب، يعني ليه؟ بس بتحصل نصيب. ليه؟ هل لان انت شايفه نفسك اغلى من انك تدي نفسك لاي حد؟ لا، في ظروف بتحكم مرات، وقتها انا عايزه اكمل دراستي، مش عايزه اتجوز بدري، يمكن انا اتحبيت قوي بس ما حبيتش الشخص لدرجه ان انا اتجوزه. يمكن برضو في ناس حبوني واضطريت ان انا اسيب من بلد لبلد يعني، نقلت، عشت في دبي، عشت فترة لا في دبي. لا عشت، جيت هنا على مصر وقتها الفترة بتاعت دبي. لا كنت مخطوبة وقتها، فكان خطيبي وقتها طب هو مصري بس عايش دبي.